ينضم إلي الدكتور عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة أفدي الدولية لحقوق الإنسان عبر سكايب من باريس. دكتور أهلا بك. قبل الخوض فيما يجب فعله لمجابهة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة عموما، أريد منك يعني أين يمكن تصنيف ما شاهدناه من مقاطع مصورة وفيديوهات لمواطنين فلسطينيين عرايا مجردين من ملابسهم بطريقة مهينة تحتجزهم إسرائيل وتأخذهم إلى أماكن غير معروفة؟ تحية لك سيدي ولمشاهدي القناة. هذه هي قمة أخلاق الاحتلال الإسرائيلي، ويعبر عن أخلاقه في الحرب. للأسف الشديد لا نعرف المبرر الذي استند إليه لكي يعتقل مدنيين يرفعون رايات بيضاء. هم مدنيون نازحون يرفعون رايات بيضاء، كانوا نازحين في أماكن في مؤسسات بعضها تابع للأمم المتحدة وهي مؤسسات الأونروا، فتم اعتقالهم. فهذا اعتقال تعسفي بداية، سيتم الآن ينتقلون من الاعتقال التعسفي إلى الإخفاء القسري، لأن الآن لا نعرف مكانهم. ثم سمعنا الأنباء على أنه مؤكد من مصادر مطلعة جدا تتعامل معنا كمنظمة حقوقية ومع باقي المنظمات على أن بعضهم يتعرض لتعذيب شديد جدا، لذلك كنا مضطرين إلى مخاطبة خبراء الأمم المتحدة للتحرك العاجل من أجل إطلاق سراحهم ومن أجل توثيق هذه الجريمة كذلك، لأننا سنحتاج مثل هذه التوثيقات أمام الجنائية الدولية. ثم الأمر الخطير هو أن من بين المعتقلين أو من بين الآن سيصبحون المختطفين هم للأسف الشديد رجال إعلام، هم صحفيين المحميون بالقانون الدولي وفق اتفاقية جنيف. فقط نذكر دكتور إلى أن من بين المعتقلين هو مراسل العربي الجديد ضياء الكحلوت. تفضل. نعم، بالمناسبة أنا أعبر عن تضامني الكامل مع مراسلكم مع قناة العربي، وهذا هذا اختطاف خطير جدا، وهم يعدون الآن في عداد الأسرى. فبالتالي لم نسمع السيد بلينكين في ندواته الصحفية يتحدث عن هذه الاعتقالات وعن هذا الأسلوب الهمجي الذي تم التعامل معه مع مواطنين عزل، مدنيين عزل كانوا يحملوا رايات بيضاء ويتم تجريدهم من ملابسهم بأي حق، يتم تعذيبهم بهذا الشكل وجر بكرامتهم والدوس على كرامتهم بهذا الشكل. للأسف الشديد لا يمكن أن نعامل حتى إذا بلغوا إلى أن يكونوا أسرى حرب، لا يمكن أن نعامل الأسير هكذا. الأسير وفق اتفاقية جنيف يعامل معاملة خاصة، يتمتع بالتطبيب ويتمتع بالمعاملة الحسنة وبمجموعة حقوق تكفلها له الاتفاقية الدولية، لكن للأسف الشديد هذا اسمه الاحتلال الإسرائيلي، لا يعرف لا قوانين ولا أخلاق ولا أي شيء. دكتور، هل يمكن تصنيف هذه الأفعال وهذه الممارسات على أنها جرائم حرب؟ البعض شبه هذه الصور التي شاهدناها بمعسكرات النازية. طبعا يمكن أن نشبهها بذلك، لكن نحن نبقى كرجال قانون متشبثين بالتصنيفات الموجودة في القانون الدولي الإنساني، وهي تصنيف أنه هذه من جرائم الحرب وأن ما يحدث في غزة هي جريمة إبادة، ومتمسكون بهذا التوصيف بالخصوص على اعتبار أنه التوصيف الأشد خطورة في القانون الدولي وفق المادة الثانية من اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية ل 1948 ووفق المادة السادسة من نظام روما المؤسس للجنائية الدولية. فبالتالي ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي هي جريمة إبادة جماعية، ثم إضافة إلى هذه الجريمة هناك جرائم أخرى تدخل في إطار جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ماذا نصنف ما يحدث الآن في استهداف المستشفيات، محاصرتها واقتحامها وأخذ المرضى والمصابين كرهائن؟ ماذا نسمي استهداف الأطفال؟ الاحتلال الإسرائيلي له سياسة خاصة. إذا رأينا الآن وصل عدد قتل الأطفال إلى 7700، ما تقريبا ضعف عدد الضحايا في القصف على غزة أو ما يزيد. فبالتالي نحن أمام سياسة ممنهجة للاحتلال من أجل التقتيل. وفي هذا اليوم طلع بلينكين قبل ساعة أو ساعة ونصف يبرر هذه الجرائم بمقولة بين قوسين الدفاع عن النفس، أو عن أي دفاع عن النفس يتحدث للأسف الشديد. وكان ذلك أيضا على لسان وزير الخارجية البريطاني كاميرون. في هذا الإطار دكتور عبد المجيد، التقيتم المدعي العام للجنائية الدولية ورفعتم كما يبدو دعوة ضد
إسرائيل، ما تفاصيل ذلك؟ نعم، تقدمنا بالدعوة يوم 9 من نوفمبر، واجتمعنا بمكتب الضحايا داخل محكمة الحالي، لأنه يتلكأ في التعاطي مع هذه الجرائم وفي تفعيل نظام روما وقرارات محكمة الجناية الدولية. لا نطالبه بشيء إلا أن يفعل ما ورثه من قرارات وما وجده فوق رفه من فوق مكتبه من قرارات السيدة فاتو بن سودة. بعد ذلك وبعد 10 أيام تم استدعاؤنا من مكتب المدعي العام للاجتماع به مرة ثانية، فاجتمعنا بمكتب المدعي العام. الاجتماع الأول كان بمكتب الضحايا، والاجتماع الثاني بمكتب المدعي العام وهو من 22 من نوفمبر. فبالتالي كان هو اللقاء كذلك دام ساعة ونصف، يعني صراحة كان لقاء مهم ومثمر صراحة. خرجنا بمطمئنين ومتفائلين جدا. لماذا؟ لأن الرسائل التي أرسلت إلينا وبلغنا بها حينها كانت رسائل طمأنة، على اعتبار أن مكتب المدعي العام متجه نحو فتح تحقيق ومتجه نحو اتخاذ قرارات مهمة جدا. لكن للأسف الشديد هذا الأمل الذي خرجنا به وهذه الصورة التي خرجنا بها من الجنائية الدولية بددها السيد المدعي العام بزيارته الأخيرة إلى الاحتلال الإسرائيلي وبتصريحاته الأخيرة، والتي للأسف الشديد أوضح بما لا يدع مجال الشك أن هناك نوع من الحياد وعدم الانحياز. هناك حياد مما يفقد مهنية السيد المدعي العام، وهذا ما وجهنا له رسالة يوم الأحد إلى مكتب المدعي العام، نعبر له عن تحفظنا عن هذه الزيارة وكذلك عن إلغائنا لكل الاجتماعات التي كانت مبرمجة مع مكتب المدعي العام احتجاجا على هذا الأسلوب، لأنه كانت هناك برامج سطرت مع مكتب المدعي العام من أجل التعاون في مسألة التحقيق، على اعتبار أننا سنتكلف بمسألة الضحايا وأن نكون صلة وصل بين الجنائية الدولية وبين أهالي الضحايا وبين الضحايا وبين الشهود. وكانت هناك برنامج عمل مشترك، لكن للأسف الشديد السيد المدعي العام هدم كل ما بنيناه لسنوات مع السيدة فاتو بن سودة، والتي كانت لها الجرأة صراحة بأن تصدر قرار 5 فبراير. لكن السيد كريم خان يتصرف بمزاجية ولا يتصرف كرجل قانون، على اعتبار أن الجهاز المفاهيمي الذي استعمله في تصريحاته مؤخرا هو جهاز مفاهيمي سياسي غريب عن الجنائية الدولية. لكنكم مواصلون في جهودكم، وما هي أبرز هذه الجهود التي تعملون لمواصلتها لإيصال أصوات هؤلاء الضحايا؟ طبعا نحن متمسكون بالضغط على المدعي العام الجنائية الدولية، على اعتبار أننا الآن نفضل الشغال مع مكتبه وما ليس معه هو، لأن مكتبه كان له خطاب آخر. اكتشفنا بأن هناك توجهين داخل الجنائية الدولية، توجه فريق متكامل له رؤية واضحة، مقتنع بما يحدث بأنه جرائم إبادة وأن هناك جرائم حرب، مقتنع بأنه بضرورة إصدار مذكرات توقيف في حق عدد مجرمي الحرب. لكن هناك توجه ثاني وهو توجه للسيد المدعي العام. نحن مصرون لأن المحكمة الجنائية الدولية لا يوجد فيها فقط مدعي العام، يوجد فيها كذلك قضاة. لذلك هناك مراسلات توجه ونخاطب مباشرة قضاة المحكمة وعدد من الخبراء داخل مكتب المدعي العام، هذا من جهة. لكن هناك كذلك مواجهات قضائية أخرى على مستوى القضاء الدولي ممثلا في القضاءات الأوروبية، على اعتبار أن عدد من الضباط والسياسيين الإسرائيليين يتمتعون بازدواجية الجنسية. فبالتالي من أجل أن نخفف العبء على الجنائية الدولية يمكن أن نلجأ، ليس يمكن، هذا في إطار هذا موضوع في برنامجنا وهو في الإعداد، توجه في دعاوى في ألمانيا وفي عدد من الدول، رغم أن هناك دول منحازة سياسيا لكن قضاؤها يتمتع باستقلالية كبيرة، وهذا واضح في عدة قرارات، وهناك اجتهادات قضائية كبيرة جدا في هذا الباب، سواء في فرنسا أو في بلجيكا أو حتى في بريطانيا الآن المنحازة كليا إلى الاحتلال الإسرائيلي. بريطانيا قضاؤها الذي أصدر منع ومذكرة إحضار لشارون، شارون مات وممنوع من دخول لندن عاصمة البريطانية، رغم أن الدول أن الحكومة هي كانت منحازة. فبالتالي القضاء الأوروبي يتمتع باستقلالية كبيرة، ونحن نعول على هذا القضاء ونعول على هذه الإجراءات التي سنقوم بها لتضييق الخناق في تنقل كل الشخصيات السياسية والضباط السامون للاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي هناك جهد كبير من هذا الفريق القانوني الذي بلغ عدده الآن إلى ما يزيد 650 محامي من مختلف القارات ومن مختلف الجنسيات. هذا هو جيش المحامين الذي نصب نفسه دفاعا عن أهل غزة وعن أطفال غزة وعن نساء غزة. متى يتوقع أن تبدأ هذه الإجراءات لا سيما على مستوى المحاكم الأوروبية؟ نحن في إطار مبدأ التكامل، ننتظر فقط
أن تتجاوب محكمة الجناية الدولية وأن ينتهي الاجتماع الآن المنعقد لجمعية الدول الأعضاء للجنائية الدولية حتى نرى هل ستصدر مذكرات من الجنائية الدولية، ثم أن تفعل الشكاية التي أدخلناها وأدخلتها مجموعة يعني شخصيات أخرى أو منظمات أخرى. كذلك هناك عدة شكايات أدخلت في هذا الباب، ينبغي يعني أن يتفاعل معها السيد المدعي العام، لأن مكتب المدعي العام هو جهة الدعاء، ولا نعرف لماذا ذهب إلى إسرائيل ولم يدعي أحد، لم يتوجه أحد إلى الجنائية الدولية في الاحتلال الإسرائيلي، على اعتبار أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعترف بالجنائية الدولية، فكيف له أن يخاطب المدعي العام، وكيف للمدعي العام أن يتنقل إلى إسرائيل ويدع دولة عضو في الجنائية الدولية وهي فلسطين بموجب توقيعها لسنة 2015 وبموجب الإحالة ل 2018 الذي عملتها السلطة الفلسطينية وبموجب قرار الخامس من فبراير 2021. فبالتالي هناك نحن ننتظر، نعطي وقت للجنائية الدولية، لمكتب المدعي العام ولعدد من القضاة الذين كانت لهم الجرأة في إصدار القرار الخامس من فبراير وهي الغرفة التمهيدية الأولى. بعد ذلك هناك بدأت يعني جمع الملفات على مستوى عدد من الدول الأوروبية بدءا من ألمانيا وفرنسا بالخصوص، ستكون التجربة الأولى من ألمانيا ومن فرنسا، وهناك جهد كبير لعدد كبير من المحامين يشتغلون على هذه الملفات بتعاون مع محامين فلسطينيين طبعا. ما نوع الملفات دكتور مراري التي قمتم بتصنيف هذه الانتهاكات على أساسها؟ يعني منذ بداية هذه الحرب في 7 من أكتوبر لوحظ أن هنالك انتهاكات في بكل الأنواع تقريبا، بداية باستهداف المدنيين إلى استهداف الأطفال إلى استهداف المستشفيات، واليوم حتى المدارس التي كان المواطنون الفلسطينيون في غزة يعني ينزحون إليها هي أيضا تتعرض للاستهدافات، وشاهدنا مقاطع فيديو توثق لعمليات استهداف وقنص. نعم، الاحتلال الإسرائيلي صدقت، لأن الاحتلال الإسرائيلي استنفذ كل القواعد القانون الدولي الإنساني وارتكب كل الجرائم المنصوص عليها سواء في اتفاقية جنيف أو في لوائح لاهاي أو في نظام روما المؤسسة الجنائية الدولية، بل هناك جرائم يعني تم اختراعها ليست موجودة على الإطلاق، غير موجودة لا في اتفاقية جنيف ولا في أي قانون إنساني، هي جديدة، ينبغي يعني المشرع الدولي أن يعطيها تكييف، لم نجد لها تكييفا، وهي جريمة اقتحام المستشفيات واخذ المرضى كرهائن، هذه جريمه غير موجوده في القانون الدولي، الموجود هو استهداف المنشات المدنيه بما فيها المستشفيات وحمايه المستشفيات، لكن اقتحامها واخذ المرضى والسماح في اطفال الخدج تتحلل يعني جثثهم والتخريب ممتلكات، هذه جريمه غير موجوده. فبالتالي نحن توجهنا هنا في القضاء الاوروبي سيكون على شقين، الشق الاول في اطار القضاء الطبيعي، على اعتبار ان كما قلت عدد من الفلسطينيين لهم ازدواجيه الجنسيه، وعدد من ضباط الاحتلال وسياسي الاحتلال لهم ازدواجيه جنسيه، فهذا المواطن الفلسطيني الفرنسي الفلسطيني الاصل سيرفع دعوى ضد مواطن فرنسي اسرائيلي الاصل في اطار التوجه الى القضاء الطبيعي، مواطن ضد مواطن سيقاضيه على خلفيه ارتكابه جرائم ضد الانسانيه، هذا باب. ثم المحور الثاني وهو الشق الثاني وهو شق القضاء الاختصاص الولائي الشامل. الاختصاص الولائي الشامل هذا مهم جدا، يتمتع به القضاء الألماني والبلجيكي والسويسري والفرنسي، هذه دول تتمتع بهذا الاختصاص، سنلجأ إليه لأن القضاء الفرنسي مثلا يختص في النظر في كل جرائم ضد الإنسانية، والدليل على ذلك أن القضاء الفرنسي أصدر مذكرة مؤخرا ضد بشار الأسد، ضد بشار الأسد، وأصدر مذكرة ضد عدد من ضباط السوريين، فبالتالي نفس على هذا المقاس سيتم التوجه إلى القضاء الفرنسي في اطار الاختصاص الولائي الشامل، فهذه وجهتين. ثم هناك نقطه مهمه جدا رغم حساسيتها ونحن في تداول فيها، وهي مساله المرتزقه، مساله الذين ذهبوا الى اسرائيل من اجل القتال الى جانب الاحتلال الاسرائيلي وهم ليسوا مجندين ولا يحملون الجنسيه الاسرائيليه، هذا يسمى هؤلاء يسمون وفق اتفاقيه باريس بالمرتزقه، والقانون الفرنسي يعاقب على المرتزقه عقوبة صارمة تصل إلى 30 سنة وما يزيد على يعني 350 ألف أورو كغرامة، لكن الأشد هي العقوبة السجنية، القانون الفرنسي صارم في هذا الباب، ولنا نحن نجمع هذه الأسماء في عدد من الدول الأوروبية خاصة إيطاليا إسبانيا فرنسا، هناك أسماء كثيرة توجهت، فالفريق هناك جهد كبير لتجميع هذه الأسماء، هذه وجهة أخرى مستقلة، نعم فيها نوع من الحساسية لكن الفريق يشتغل عليها بشكل كبير جداً كورقة كذلك للتوجه إليها بعد استنفاذ الأوراق
الاخرى او الواجهتين الاخرتين موجودتين هنا في اوروبا. وطبعا الواجهه الجنايه الدوليه نحن نعول عليها كثيرا ونعول على الضغط على السيد المدعي العام، نحن مستمرون في ذلك وسنرى ماذا ستقدمه لنا الايام القليله القادمه. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة أفتيها الدولية لحقوق الإنسان، كنت معنا من باريس عبر سكايب.